نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. كشفت العديد من المدارس الابتدائية في المحافظة عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 إلى 2024. موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. أوضحت المدارس الابتدائية أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 إلى 2024 رسمياً خلال الأيام المقبلة. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالمحافظات. وأوضحت المدارس الابتدائية في المحافظات أنه يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والمراجعة عليها. إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للطلاب. وأشارت المدارس أنه سيتم إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني عبر مواقعها الإلكترونية أولا، ويمكن للطلاب عقب إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الحصول عليها من خلال الدخول على صفحة المدرسة التابع لها. إعداد كشوف لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. وأكدت المدارس الابتدائية في المحافظات أنه يتم إعداد كشوف نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بأسماء الطلاب الناجحين لتعليقها في أماكن ظاهرة وواضحة في أنحاء المدرسة. الاستعداد لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. وتابعت المدارس أنه يتم تجهيز نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني عقب إعلانها واعتمادها مباشرة ليتمكن الطالب أو ولي الأمر من الحصول عليها بعد ذلك. تسليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. وشددت المدارس التعليمية في كافة المحافظات أنه يتم تسليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للطالب أو ولي الأمر بدون دفع رسوم أو أي مبالغ مالية مقابل الحصول عليها. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالألوان. اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100%. اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يشير إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها من 65 لأقل من 85%. اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، ويأتي تقييمه من 5 لأقل من 65%. اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم، ويتم تقييمه من 1 لأقل من 5%.